سنعمل على إصلاح المنظومة الكهربائية. ثانياً، تحسين واقع التعليم. ثالثاً، الارتقاء بالواقع الصحي. رابعاً، إعادة النازحين إلى مناطقهم. خامساً، توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. سادساً، زيادة رواتب المتقاعدين. سابعاً، عبور الطائفية والمحاصصة المقيتة. ثامناً، إطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم. تاسعاً، الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً. عاشراً، شنو شعب لك قدامك زواج؟ كلامك كله من الصحة خالي. من ترشح مزاجك أبيض يصير وبعد ما تفوز يقلب برتقالي. هسه سؤالي للناخب، انت حتروح تنتخب، ما تسأل نفسك ايش قدم لي هذا على مود اروح انتخبه؟ ايش قدموا اللي قبله على مود اروح انتخب هذا؟ ايش قدموا لك على مدى 20 سنة على مود تروح تنتخب؟ بنوا لك مصنع؟ سووا لك فشي؟ شغلوا لك هاي الشباب العاطلة عن العمل؟ اللي الله يكون بعونها يطلع لك على مود 5000 دينار عربانة يشيل لك طن على مود 5000 دينار؟ بنوا لك مستشفيات؟ سووا لك مدارس؟ سووا لك طريق ابنك يروح به للمدرسة؟ سووا لك علاج بالمستشفى خلوا لك؟ سووا لك سكن قعدت به مثل الأوادم باقي الأوادم؟ كله بوق، نهب، سرقات، فساد، دمار، خراب على ما احنا كاتلنا الضيم. روح باع المقادية ترس العراق وترسين الشوارع المقادية والشباب العاطلة على العمل. ماكو شغل، العالم قاعدين، روح انتخب. مني رح انتخب؟ دافعة تستحي شوية.